انفجاران في المثنى الأول بالقرب من مرآب السماوة والثاني على بعد أمتار من مجلس المحافظة بواسطة سيارتين مفخختين، أكثر من 30 شهيداً فضلاً عن 40 جريحاً. حصيلة هذه الانفجارات حالة الهلع رافقت مكان الانفجار والذي يستوعب عشرات العاملين يومياً. صار الانفجار الأول، جيت اركضوا الناس جت تركض، ماكو بعدنا هنا. صار الانفجار الثاني وتشوف الحال، الشهداء والجرحى، واكثر شيء الشهداء راحت. صارت اول ما صارت الناس صارت طقه، جمعت الناس استغلوا الفرصه، هم فجروا الثاني بعد دقيقه. يعني اول ما جمعت الناس راح الضحايا طالع، شوف طالع العماله والكاسب، يعني وين يروح؟ وحتى لقمه عشاء حاربته. قناة بلاد الفضائية دخلت لمستشفى الحسين التعليمي ووثقت حالة الإرباك الحاصلة في المستشفى، لا سيما وأن أعداد الجرحى في تزايد مستمر. أعداد الشهداء والجرحى يعني تربو على 70 أو أكثر من 70، يعني الموقف مزري صراحة اللي موجود. الأعداد كبيرة جدا، التفجير يسبق من التفجير الأول والثاني كان ما يقرب من 4 دقائق. كان هناك معلومات أمنية مهمة قبل هذا الشيء، يعني ما يقرب من 24 ساعة وجود هؤلاء الانتحاريين، لذلك هذا الأمر يعني انتحاري صعب قضية كشفه باعتبار انه كان الامر يعني متوجه للسيارات المفخخه، فبالتالي صعب على القوات الامنيه كشفه. يتحمل الحكومه المحليه بكامل اعضائها وانا جزء منها المسؤوليه عن هذا الامر والقوات الامنيه، وسوف نجري تحقيقات بهذا الامر حتى نحدد المسؤوليه والتقصير. التفجير الاول صار وراهم تقريبا ما اقل هم من 5 دقائق، مشينا للتفجير الاول التمت الوادم. هو احنا كل احنا من ناس عمالة، صار التفجير الاول مشينا عليه التمينا، طاق التفجير الثاني علينا كلها استشهدت ناس هواي. ايه اكو هواي ضحايا كلهم عمالة، هم كلهم ناس فقرة وعمالة طالعة لباب الله وكلها استشهدت. ها هي المثنى وبعد أن كانت تتمتع بصفتها الأمنية، ها هي اليوم وبعد أن تعرضت لهذين التفجيرين تتصاعد المخاوف من تكرار هذه الخروقات الأمنية. من محافظة المثنى علي حداد، بلاد الفضائية.